سالي اي تعزان، انت رئيس ديال اولا الكاتب العام ديال جمعيه تيغرت للتنميه في طاطا. اولا اعطينا تعريف بهذه الجمعيه، وايضا اعطينا تعريف بالمنطقه اللي كتشتغلوا فيها. السلام عليكم سي منير، مرحبا بك. اولا وقبل كل شيء كنشكرك على الاستضافه، وكن من خلالك كنشكر موقع ديال انفاس بريس اللي سلط الضوء على الاقليم، خاصه في هذه الاونه الاخيره اللي شهد واحد يعني امطار غزيره طوفانيه اذا يمكن نقولوا، وخلفت يعني اضرار ماديه وبشريه في الإقليم. نعم، شنو هي الخسائر اللي كانت عندكم على مستوى الدوار؟ بالنسبة للسيمونير، بالنسبة للدوار ديالنا بالضبط، دوار يغورتن يعني مع واحد ثلاث دوار أخرى يعني في نفس المنطقة، دوار يغورتن إجا تدوكس وسيدلي اللي تابعين الجماعات الترابية تيكزمير قيادة أديس، يعني على غرار يعني الدوائر الاخرى التابعه للاقليم كلها كانت شهدت يعني امطار عاصفيه لم يسبق لها مثيل، وخلفت يعني اضرار جسيمه في الدور، بالاخص في الدوار ديالنا دوار غورتن، يعني عرف يعني خسائر بشريه كتجلى في فقدان واحد الشابه الى حدود الان ما زالت يعني في عدد مفقودين، شابة في مقتبل العمر بالرغم يعني من الجهودات ديال السلطات. الحافلة لا ديال الحافلة بوحدها، انا كندوي كهذه حدا اخر يعني دالود، يعني ما دخلش في هذيك ديال الحافلة. حافلة كان في الدخلة ديال الاقليم، هذه في الدوار ديالنا بالضبط، الدوار يغور. شابة جرفت السيول كما قلت لك السي منير، ما زالت في عدد مفقودين بالرغم من المجهودات ديال السلطات المحليه، ويعني بكل التلاوين ديالها، الوقايه المدنيه، الدرك الملكي، يعني القوات المساعده، السلطه المحليه، وكذلك بالنسبه للشباب ديال الدواوير يعني المجاوره وبعض المتطوعين كذلك في الاقليم ككل، ما زالت في عدد المفقودين. كذلك بالنسبه ل خسائر أخرى، خسائر مادية كتجلى خاصة في الواحات، لأنه الواحات باعتبارها يعني واحد المصدر المعيش اليومي ديال غالبية السكان المستقرة في الدوار، يعني يمكن نقول واحد 80-90% ديال الواحة مشات تضرات بشكل كبير، خاصة ما يتعلق بالسواقي، الخطارات، يعني الأشجار ديال النخيل إلى غير ذلك. نعم، يعني أنتم كجمعية كيفاش دبرتوا هذه الخسائر من منطلق أنكم قراب للساكنة؟ هذه الفترة هذه الخسائر كيفاش دبرتوها؟ كيفاش كنتوا مع الناس؟ شنو هي الخدمات اللي قدمتوا؟ العون اللي قدمتوا أيضا للسلطات العمومية؟ بالنسبة ما نكذبش عليك، بالنسبة للجمعيات المجتمع المدني في المناطق ديالنا كما كتعرف إمكانيات زعما مادية ضعيفة، اللهم يعني إمكانيات ساعدنا الناس اولا، ثانيا الدعم المعنوي الى غير ذلك، يعني المساعده ديال السلطات يعني في باش الناس يلقاو، يعني باش يلقاو الناس اللي داوم الواد، خاصه في يعني في هاد السيده اللي عندنا حنا في عندنا في الدوار بالضبط. وان شاء الله كان يعني هذا نداء لفعاليات المجتمع المدني على الصعيد الوطني ككل، باش انهم يساعدوا الدور، لان بصراحه الدور كلها انا كنقول الاقليم تتكون كل من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، يعني واحد اضرار جسيمه، اضرار زعما خلفت هذه السيول، راه الناس عندهم 100 عام في العمر، 96 عام 90 عام عمرهم شاهدوا بحال هذا، يعني هذا يعني الدرجه ولا يعني الامطار الغزيره اللي صبات في هذه السنه هذه. نعم، يعني الآن كاين هذا البرنامج الملكي من أجل إعادة إحياء هذه المنطقة هذه، يعني أنتم كيفاش كتبوا هذا البرنامج من حيث التوزيع دياله، من حيث الأثر دياله على ميدانيا على إقليم طاطا وباقي أيضا الأقاليم اللي تضرت من الفيضانات؟ بالنسبة للخبر، ما خبر مفرح بالنسبة للسكان ديال الإقليم، كنشكر جلالة الملك على العناية ديالو المولوية
الإقليم ديالنا ومعه باقي الأقاليم والفيضانات، حنا كمجتمع مدني كأبناء الإقليم نداء ديالنا هو أن هذا يعني هذا البرنامج يتخذ بجدية من طرف الحكومة المغربية من طرف المسؤولين يعني مركزيا وجهويا وإقليميا، باش هذا الشيء ينعكس بالإيجاب على الساكنة وهذه الميزانية تمشي الناس اللي هما كيستحقوه. نعم، أيضا بالنسبة خصوصا المنطقة الآن معرضة أكثر للفيضانات مع هذه النشرات الإنذارية، واش ما كتقوموش بواحد نوع من التحسيس وتساهموا أيضا من جانبكم باش تحسوا الناس أنهم ما يبقاوش في الوديان، ما يبقاوش في المناطق اللي كيمر منها الوادي، يبعدوا شوية؟ لا السيمونير غير بغيت نشرح واحد القضيه، هاد دابا الاشكال راه ماشي السلطات المحليه ولا الناس الفاعلين الجمعويين ولا الناس ديال المنطقه، راه يعني كيوعيو يعني هذا الشيء كان قبل من يعني كانت نشرات انذاريه، ولكن راه الناس ما ولفوش، راه واخا كتقول لي ما تكون الشتاء يعني كيقولوا غتجي الشتاء بطريقه باش كتجي ديما، ولكن هذه المره سبق لي وقلت لك السيمونير المنطقة ديالنا فيها ناس يعني عندهم فايتين 90 عام 100 عام ما عمرهم شافوا يعني والدليل أن عندنا أشجار ديال النخيل، كاين شجر النخيل راك عارف أنت باش كتكبر الشجرة ديال النخيل راه خصك سنوات، كاين بعض المناطق هنا بالضبط في الدوار ديالنا يعني في الإقليم ككل كاين أشجار نخيل عندهم 300 عام 400 عام نقدر نقول لك، وفجت هاد السيول جراتهم والواحة أصبحت واد، يعني هذا الشيء اللي كاين زعما الناس ديال المجتمع المدني والناس ديال الاقليم راه كلهم التدابير اتخذت، ولكن راه الكميه ديال الامطار اللي صبات راه ما عمرنا شفنا في الاقليم. طيب سي علاء تعزو، انت الفاعل الجمعوي، شكرا جزيلا لك، بارك الله في كنتي معنا من اجل التوضيحات هذه. تحياتي السمونير، كنشكرك من خلال كنشكر موقع انفاس بريس اللي واقف معنا هاد الفيضانات وهاد يعني هاد المرحلة الصعبة اللي كنمر بها في الإقليم، وتحياتي مرة أخرى، شكرا جزيلا لك.